هلا وشلونكم؟ شو اخباركم؟ نتكلم على صيام الماء اليوم السابع واليوم الثامن. اليوم السابع كان صيام ماء كامل بدون تناول اي طعام، يعني استمريت اسبوع صيام فقط ماء بدون اكل نهائيا، مع الفيتامينات والمعادن والام سي تي اويل، لان يفيدنا الام سي تي اويل انه من ناخذ الفيتامينات الذائبه بالدهون مثل الدي 3، الكي 2، فيتامين اي، توكوترينول او التوكوفرينول، انا افضل التوكوترينول. فهذه الفيتامينات الذائبه بالدهون لازم اكو دهون في الجسم حتى تنمص عن طريقها. فاني اتناول الام سي تي اويل مقدار ملعقه كوب فقط، يعني مو اكثر باليوم. فهذا ما يكسر صيام الماء، اصلا يساعد البطن على الخروج، ايضا يمنع الامساك وكذا. يعني انت ما بتاكل كل شيء. شفت صحه على صيام الماء صراحه. اول تجربه لي، مضى اسبوع كامل 7 ايام. اسبوع كان اسبوع جميل جدا. وانا اليوم باليوم البارحه كان اليوم الثامن، البارحه كسرته، تناولت وجبه واحده فقط. فتجربتي مع صيام الماء هو اسبوع كامل فقط. ما انصح اكثر. ليش؟ لان تبدين تفقدين الطاقه، تبدين يصير عندك كسل. طبعا خاصه باليوم السابع حسيت هذا الشيء، انه اريد اكل. فقلت ليش احرم نفسي؟ انا اصلا سكري صار 95 وضغطي شفته نورمال. طبعا انا مو نورمال، هو واحده، لان انا قاطعه الطعام، فيصير طبيعي. فارتاحت والله مع الفيتامينات المعادن جدا ارتاحت. أنا أتكلم لأن أنا عندي أمراض مزمنة، وهي بالحقيقة ليست أمراض، هي أعراض. مثلا السكر، الضغط، هذا عرض وليس مرض، كله بسبب مقاومة الإنسولين، بسبب ارتفاع الإنسولين بالجسم يخرب الدنيا كلها. ولا إحنا مو مرضى طبيعيين. أنا هسه ما أتناول أدوية، رغم كان السكر عندي يوصل لل500 قبل 6 سنوات، لكن بالتدريج نزل لل400، لل300، نزلت لل200، لل150، ظل ثابت على ال150، لان اكل اشياء بسيطه. وبس الايام اللي افلتها لا والله اتناول حبايه الميتفورمين مرتين ثلاثه باليوم، بس احاول انه التجئ للاكل الخضار، البروتينات اللي تكون بها دهون، مثلا اخذ الفخذ وليس الصدر. هاي احنا لامراض السكري والضغط، وهو مرض لا يعتبر مرض، هو عرض وليس مرض. بس نقول مرض لان هذا الشيء شائع والناس تفهمه. لان انا ما قطعت هاي الامور المضره، السكر والطحين، خلاص بعد ما عندي سكر، سكري طبيعي، ولان انا ما اتناول الادويه الكيميائيه، وايضا الانسولين اشوفه طبيعي، صحتي طبيعيه، الضغط طبيعي. الكلى تشتغل عن طريق شاي الهندباء والكجرات والنومي بصرة، يعني إدرار طبيعي. ساعدتني لأن كنت أعتمد على الدايوفان اللي هو بي مدرر، بصراحة خرب الكلى مالي، لأنه الدايوفان هذا المدرر يخلي الكلية تعتمد على المدرر، يعني هي توقف تصير كسلانة وهذا يدرر وحده. فمن قطعت حبوب الضغط بالتدريج، لأن أنا عالجت مقاومة الإنسولين، حسيت الكلية بها مشكلة، كليتي الإدرار قليل عندي. فلجأت للأمور الطبيعية، وكنت حزينة جدا. هاي قصة يعني نتكلم بها يوم آخر، بس الحمد لله سويت قطع الدايوفان بالتدريج. يعني أول أسبوع مرتين بالأسبوع، بعدين الأسبوع الثاني مرة واحدة بالأسبوع، بعدين قمت كل عند الحاجة، يعني إلى أن هسه قطعته. صار شهر شهرين قاطعت الدايوفان ومعتمدة على شاي الهندباء. شاي الهندباء جربته عجيب، اشتريته بالكيلوات وأخليه مع الماء الحار بدون تفوير، وأظل أسقيه مي وأشرب، يساعد على الإدرار طبيعي. أيضا شاي الكجرات أشتريه من العطار، يسموه الكركديه، سويت فيديو خاص عليه. أيضا نومي بصرة، ليمون حامض، خل التفاح، خل التفاح لمقاومة الإنسولين، لا تنسوا خل تفاح براد العضوي، جدا مهم. شنو نتكلم هسه بعد؟ على مقاومة الإنسولين، عندي موضوع جدا مهم. بعد ما خلصت وسويت تجربة أسبوع صيام الماء، كانت تجربة ناجحة. باليوم السابع طبعا حسيت
شوية عندي فقدان طاقة صراحة، رغم تناول الفيتامينات والمعادن، بس الأمور أوكي. صيام الماء تم بأتم وجه، واليوم الثامن أنا كنت أصلا صايمة صيام جاف، صيام رمضان، شهر رمضان، فبالفطور فقط تناولت وجبة واحدة وصحية، عبارة عن خضار، قطعة سمك، قطعة لحم، هيجي شيء بسيط، وشوربة ممنوع لأن الشوربات هي عبارة عن طحين وعدس، هذا مو زين إنه، ممكن شوربة عدس شيء قليل، لأن أنا عندي أمراض مزمنة ما أريد أرفع إنسوليني، لكن الناس الأصحاء لا يقدرون يأخذون كاسة صغيرة من العدس. الخضار جدا مهمة، والحبوب والفيتامينات ما ننساها، مع الليمون بقشرة. الليمون بقشرة من أساسيات الحياة، تضربوه بالخلاط وتخلون فوقه خل تفاح، يعني هاي صارت أساس عندي. وخلاص هسه نتكلم عن مقاومة الإنسولين، شنو أهمية مقاومة الإنسولين وشنو اكتشفت بهاي التجربة. أخوان أكو ناس يقيسون السكر هما طبيعيين ما عندهم سكر، يقولون سكرنا 120 زين، ما عندنا سكر، هاي انتو على الحافة، يعني عندكم مقاومة إنسولين، هاي انتو عندكم استعداد للأمراض، هاي انتو أصلا مرضى اللي عنده مقاومة إنسولين، انتبهوا. هاي ملاحظة اكتشفتها بعد البحوث، درست على هذا الموضوع. السكر حتى يكون عندكم تحسوه طبيعي هو من 75 لل 85، لا بأس إذا نزل لل 60 اتس اوكي، يعني خلايا الجسم تقدر تمص جميع الفيتامينات والمعادن، تصير مهيئة، الأبواب مفتوحة للخلايا. إذا سكرك 60 واو ممتاز، 70 واو كلش زين، بس هو لازم تخلوه بين ال 75 لل 85 إذا تقدرون. 75 لل 85 دائما قيسوا السكر مالكم من 75 ل 85 حتى بعد الاكل يفضل هذا، يعني الاكل مو اكلات قويه، لا اكلات بسيطه، فحاولوا تحافظون على معدل هذا السكر، لا تخلوه يصعد لل 90، لا تخلوه يصعد لل 100، هذا يعني عندكم مقاومه انسولين قويه، هذا اللي اكتشفته. خلوا سكركم بين طبعا هاي انا احكي مع الناس الاصحاء، لكن احنا مرضى السكري من اصير 95 يعني واو كل زين، بس انا هسه هدفي اصير 85، قياس السكر يكون عندي 85 من ال 500 من 6 سنين الى هسه 95 صار، طبعا 95 مو ثابت، يعني اي اكله يصعد 120، انا ما اريد هذا الشيء، يعني معناه جسمي دا يفرز الانسولين، انا اريد اقلل نسبه افراز الانسولين، اريد اقلل حساسيه الانسولين او مقاومه الانسولين. اخوان موضوع مقاومه الانسولين جدا مهم، اذا كان سكرك لل 125 هو اوكي طبيعي، بس 126 بدايه سكر صار عندك، هاي الاحصائيه الحديثه، من 75 الى 85 اوكي ممتاز للناس الطبيعيه. إذا نزلت أنت إنسان طبيعي، نزلت سكرك للستين حافظ عليه يجنن، بس أخذ فيتامينات ومعادن، وأخذ المنشطات الـ MCT Oil، سوي رياضة، لا تخاف أنه عبالك سكرك يعني ينزل. طبعا نوبات أكو هبوط السكر الغير معتاد، هم مقاومة إنسولين، هذا لازم إلى علاج خاص، فحافظوا على سكركم بين الـ 75 إلى الـ 85، إذا صار 90 حاولوا نزلوا السكر، 90 والمية أيضا جيد لا بأس، بس حاولوا نزلوا السكر حدك لل 125، هاي يعني أكو أنت على الحافة، يسموه على الحافة البري دايابيتك، من يصير 110 120 شوية دير بالك على هذا السكر، لكن 126 يعني بدأ السكري عندك، وش قد سهلة، لا تاكل، هو مو مرض، لا يعني اكو مشكله، والمشكله الكبد الدهني، يعني انت حتى لو ما تاكل نوبات تقيس سكرك بيرتفع، معناها الكبد دي يحول السكر المخزون بي دي يذبل الدم، هيجي يبخ بخات للدم، خلي يبخ، روح العب رياضه يحترق، بالعكس خلص، خلي يتخلص الجسم من
من السموم اللي موجودة بالكبد، فأنت لا تأكل حتى لو سكرك عالي، لا تقهر، معناها الكبد دا يضخ، وإذا الكبد ضخ هاي إحنا هدفنا إنه نحافظ على الكبد إنه يكون به سكر قليل أو بدون شحوم. وراح أنهي التصوير لأن صارت ساعة بالوحدة الظهر وعندي موعد وأنا قريبة من العيادة، واقفة بالجراج أصلاً، وراح أروح للعيادة لأن عندي موعد تجميل الأسنان وابتسامة هوليود. وياكم دكتورة دينا القيسي، طبيبة أسنان وباحثة بالتغذية العلاجية من كردستان أربيل. باي باي.